السلام عليكم ورحمة الله تعالى، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج أخبار الصحافة، ونستعد باستضافة الأمين العام لوزارة الإعلام الأخ حمدي ميارة. أهلا وسهلا بك. شكرا للاستضافة. بداية، أمين العام لوزارة الإعلام نشر في مقال أخير للمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير السابق لدى الأمم المتحدة عن وجود تنسيق مسبق بين الدولة المغربية وإسرائيل لتصفية القضيتين الصحراوية والفلسطينية، وجاء في مقال مطول للمسؤول الإسرائيلي نشرته هذه الجمعة صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية تحت عنوان السلام المغربي الإسرائيلي يواجه تحديات أمنية متعددة. ما نستنتجه هو التناقض في خطاب الدبلوماسية المغربية من خلال مما سبق. قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنها هي السنة التي بدأ فيها التنسيق بين إسرائيل والمغرب. كيف ترى هذا التناقض الأمين العام؟ طيب، شكرا. ما يتعلق بتاريخ العلاقات المغربية الإسرائيلية وعلاقات النظام المغربي مع كيان الصهيوني، هذا موضوع قديم جدا، وأكدوا حتى السياسيين المغاربة في تصريحاتهم، وحتى من الستينات تقريبا، والعلاقات الأمنية، علاقات الاستخباراتية، والعلاقات في الاتصال في مختلف المجالات موجودة بين النظام المغربي وبين إسرائيل. وزير الخارجية المغربي نفسه أكد أنه كانت موجودة مكتب إسرائيلي في الرباط ومكتب تل أبيب مكتب في تل أبيب للمغرب، فما ياسر من العلاقات، وما هو جديد إطلاقا التعاطي بين الكيان الإسرائيلي والمملكة المغربية في ياسر من الملفات الشائكة، عبر بداية على الأقل المنظور منها واللي فات تم الكشف عنه، بداية من حادثة تسجيل فحوى ومضمون القمة العربية الشهيرة في المغرب في الستينات. الأكيد أنه الخارجية المغربية أساسا والرسمية المغاربة بشكل عام ما يحتكموا إطلاقا للمصداقية، لأنه الدبلوماسية المغربية أساسا تعتمد مجموعة من المعطيات اللي تقيس بها أهداف معينة بقدر النظر على الحقائق وبقد النظر عن المصداقية. ما كتبه المدير السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الأيام حول وجود علاقات تنسيق بين النظام المغربي وبين إسرائيل وبين إدارة، كما نقول الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي في الحقيقة إدارة ترامب، دونالد ترامب المنتهية ولايته، هذه لها شيء ولها جديدة. أكيد أنه له تظهر ياسر من المعطيات في قادم الأيام حول هذه العلاقة وهذه الصفقة لوصمة المغاربة عموما، وليس النظام المغربي وحده فقط، وليس الملكية في المغرب، ولكن وصمة الشعب المغربي كامل، بوصمة عار له يعود التخلص منها في التاريخ القادم للمغاربة كعرب وكمسلمين وكأحرار، يعود صعب جدا يعني التخلي عن حق الفلسطينيين في المقاومة وفي أرضهم ودعم الكيان الصهيوني والتطبيع معها بشكل مباشر. مسألة ما هي صعبة، ما هي سهلة، قصدي بالنسبة لأي مسلم ولأي عربي ولأي حر إطلاقا بشكل عام، حتى ولو لم يكن مسلما ولم يكن عربيا. طبعا المفارقات في وجود المغرب في تاريخ المغرب وعلاقته بالقضية الفلسطينية، انه ملك المغرب بين مزدوجتين، رئيس لجنة تحرير القدس كما كان الحسن الثاني رئيس تحرير لجنة القدس، وعلى كل حال كل شيء في المغرب مرتبط بالوراثة فيما يتعلق بالسلطة. ما يقدر أجاج يفهم، وخصوصا هذا اللي يعود يشعروا به الفلسطينيين بشكل أكثر، وكيفاش ملك المغرب رئيس لجنة تحرير القدس وفي نفس الوقت يعلن تطبيع مفتوح كامل وفاضح وفي جميع المجالات، ويوقع الاتفاقيات على عجالة
مع إسرائيل ما تقدر تعود يكون على حساب الشعب الفلسطيني وحقه الشرعي في الحرية. هذا جوهر التناقض في الدبلوماسية. طبعا لأنه أصلا الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي وفي أغلب الحالات حتى الخطاب الديني في المملكة المغربية مبني على المغالطات والأضاليل ومبني على الطريقة اللي حقوا بها ذيك الأهداف الدونية المتواليتهم. هذا هو اللي اشتغلوا عليه المقاربة، اشتغلوا عليه الدبلوماسية. مثلا يقودنا الحديث الدبلوماسية بين مزدوجتين القنصليات. الصحراء الغربية إقليم لم يتمتع بحق تقرير المصير ومسجل في اللجنة الرابعة المتحدة، والقرارات الدولية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن وآخرها اجتماعه الأخير المنعقد يوم 21 ديسمبر اللي تم طلب من دولة ألمانيا مازال، وحتى غوتيريس الأمين العام المتحدة مازال يأكد ولا يقد يكون يتم يأكد على أنه أولا الإقليم إقليم غير متمتع بحق تقرير المصير، وإقليم لم تتم تصفية الاستعمار منه إلى حد الساعة ضمن الأقاليم التي لم تتمتع بحق تقرير المصير. المجتمع الدولي يقول إلى اليوم لأنه هذا الشعب يلا هو يمكن من التعبير عن حقه في تقرير المصير بغض النظر عن الحق ذاك كانوا يلوح في الاستقلال والله يلوح في غيره. يا غير بعض الصحراويين المجتمع الدولي معترف لهم بهذا الحق ومعترف لهم به القانون الدولي وحتى القانون الدولي الإنساني. وبالنسبة للمجتمع الدولي في تقديري ما يقد يتخلى عن هذا المبدأ، لأنه هذا إذا تم التخلي عنه لا يعود ضرب عرض الحائط لكل القرارات والمواثيق الدولية المبنية عليها حتى منظومة الأمم المتحدة في حد ذاتها. إذن أمريكا بلد مثلا عنده سيادته كبير ولا صغير هذا ما هو مهم، القرارات اللي تقبض أمريكا تقبضها بشكل انفرادي يعني كدولة. تقد تعود معترفة بالصحراء وتقد تعود معترفة بالمغرب وتقد تعود ما هي معترفة يعني بحد منهم. وذاك القرارات اللي تقبض أمريكا تحكم لا أمريكا وعلاقاتها بالآخرين ولكن لا علاقة لها إطلاقا بالشرعية الدولية ولا حتى بالإملاء على مجلس الأمن يعملها كذا عضو في مجلس الأمن ولو حتى كانت فرنسا موجودة في مجلس الأمن. وفرنسا ما قد جحد دعمها رغم أنها إلى اليوم فرنسا ما قد قالت على أنه الصحراء مغربية إطلاقا، ولكن فرنسا تدعم المغرب وتدعمه بوضوح وبصراحة وقاتلت معاه قاع قاتلت معاه وتبيع له الأسلحة. بتقديري موضوع أمريكا وعفوا موضوع ترامب دونالد ترامب وليس أمريكا لأنه الرجل ولايته منتهية سيقادر البيت الأبيض يوم 20 يناير بإذن الله، إدارة القادمة إدارة من حزب ثاني من الديمقراطيين وفم إدارة ثانية، والنظام الأمريكي تتغير الإدارة كاملة، طبيعة النظام الأمريكي عقب الرئاسيات تتغير الإدارة كاملة. هذا اللي عدل دونالد ترامب اسمه إعلان رئاسي، يعني فم اختلافات فيما يتعلق بتفسير الإعلان الرئاسي والقرار الرئاسي وكذا إلى آخره. والإعلان الرئاسي هذا يلبلد لا يرقى إلى كونه ذات طبيعة دستورية ولا من مصلحة الرئيس الممثل يعني الكونغرس الأمريكي، لأنه هذا ما تم عرضه على الكونغرس الأمريكي ما تفس عرضه، وهذا مازال حتى قاع بالنسبة للقوانين الأمريكية جائز فيه الطعن وجائز فيه تخلي الإدارة القادمة عنه قد تخلى عنه قد ما تخلى عنه. في حال تشوف الإدارة الأمريكية القادمة أنه ما فهم مصلحة أمريكا فإنها تعود تدعم طرف ضد طرف بشكل بين بهذا الشكل قد أقبال تتراجع عنه، كي تراجعت عن موضوع المناخ كي تراجع فتعلن دونالد ترامب أنه لا يبات بايدن جو بايدن أنه لا يتراجع عن موضوع مثلا المناخ قد يتراجع عنه قد يتراجع. لكن بالنسبة لي الموضوع ما هو مرتبط بها كان أمريكا تتراجع عنها ولا تتمسك به، فأبعد الحالات حتى قاع أمريكا تمت متمسكة بها ذا اللي هي يطرى هو شنه ما يعرفه الصحراء. الحقيقة أنه أمريكا كانت الدهر كامل تدعم المغرب وإحنا ما قد صوتت لنا أمريكا ولا قد صوتت لنا فرنسا ولا ننتظر منها قاع ما ننتظر منها المدى القرينة. بالمناسبة 31 أكتوبر وسابق 31 أكتوبر بأيامات وعاقب ذاك أحداث المسيرة السوداء
عقب اثبت التاريخ انه واحد من منظرينها كان هنري كاسنجر وزير الخارجيه الامريكي الاسبق. اعلام امريكا كانوا مرفوضين في المسيره السوداء. امريكا كانت تبيع السلاح للمغرب. وعقب ذاك يخصم لي المتابع للاعلام والسياسه بشكل عام يعود يفهم انه القرب راهو ما يعطي السلاح. بمعنى الدعم يعطوا الدولة لا أبدا الغرب يبيع الأسلحة والعالم في اليوم يبيع يعني تجار وشلاه يخلق عنه كانوا يبيعوا المقاربة السلاح لا يتم يبيعوه لهم كانوا أقرب في تعاطيهم على المغرب لا يتم أقرب ما أنا في تقديري وفي قراءة الموضوع وفي أبعاده الشاملة في الكادر العام للصورة ما متغيرش في الحقيقة لأنه أمريكا إلى اليوم ما تقد تقول أعلنها ولا تعود ولا حطوا أعلنوا على مستوى الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية الحالي اللي هو مايك بومبيو ما قال على أنه إحنا ندعم المغرب بشكل صريح يعني هو كوزير خارجية ما يقد يقولها بهذا الشكل عنه قال مثلا في تصريح معين مؤخرا على أن له نفتحوا قنصلية افتراضية في الداخل من دون الله شنو معنى قنصلية افتراضية ما تعني شيء في الحقيقة وحتى قنصلية ميدانية على الأرض كانوا كاملات هؤلاء القنصليات اللي تم فتحهم لأغراض سياسية ودعائية والاستهلاك ما عندهم أساس في القانون الدولي وكذا لأنه ما عنده أثر في القانون الدولي هذا إقليم لم يتمتع بحق تقرير المصير بالتالي أنت ما تقد تفتح في قنصليات وربما ما عندك قاع مصالح فم ولا عندك رعاية فم ولا عندك رعاية فم ولا عندك شيء إطلاقا ومنين هم اللي يعود لقى حد يخرص قبال هي من هذه الدول باستثناء الإمارات اللي عندها أجندة ثانية وأجندة واضحة ومعلنة عادت في المنطقة الدول الثانية مجموعة من الدول الفقيرة اللي ما هي قاعاتنا يا أغلبها ما هو عاتن قاع لعدل قنصليات له في البلدان الثانية عنده سفارتين ولا ثلاثة والثانية ما هو قاعد يعتنى لي وفي الحقيقة موضوع متعلق بالاستهلاك وبالدعاية وبالروايات ولكن ما يقدر يأثر على القانون الدولي لا يقدر يأثر على وضع الإقليم بالعودة لموضوع التناقض في التصريحات المغربية طبيعي جدا ودائم وله من أول مرة وتصريحات المسؤولين المقاربة تحكمها الدواعي القريبة للسياسة والمسؤولين المقاربة كذا مرة يصرحوا ويتنصلوا من تصريحاتهم تصريح العثماني مثلاً أكتوبر الماضي تماما مثلا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية الحالي هذا عنده تصريح شهير يقول على أنه التطبيع يعني خيانة ما عندهم أي نية في التطبيع أنه التطبيع خيانة قال فمرة ماضية ومسجل وموجود عندنا فيديو وموجود عند الناس كاملة سعد الدين العثماني بالأقدار شاءت الأقدار أنه يظهر قدام شعبه بعد قاعد اللي هو المغرب ويظهر قدام المتتبع العربي بشكل عام على أنه في الحقيقة ذا اللي يقول لا أساس له من الصحة هو اللي وقع مع كوشنر ومع المبعوث الإسرائيلي أوراق التطبيع الرسمية ما كانت في تقديري صفقة وعدلت على عجالة واضح فيها أنه حد متبارك معه كانت تحت طاولة طبعا جاءت 2018 هالشي كان هالشي هي وإحنا على مستوى دوائرنا هون المختصة في المواضيع متابعين ذا ويشوفوه محيطين بالموضوع بقدر من الدقة ولكن اللي طرى فيها هو أنه في النهاية تم تبارك معها بعجالة ضغطها بعجالة كيف حد متقافس مع نهاية عهدة السيد ترامب كانوا قد يعدل مازال من آدم قابض الرئاسة ما فهم شيء كبير قد يعدل تطبيع على حد وفضاحة ووصمة عار ورسالة جبن وتخلي عن فلسطين الصحراء الغربية ما تقد تعطيها أمريكا ولا تقد تعطيها إسرائيل ولا قد يعطيها حد لأنه عندها أهل وعندهم ما يقولوا لا قط قاع الصنت والأمريكا ولا قط الصنت والحد وعندهم الحق وعندهم مولانا إذن ما هو غريب إطلاقا بالنسبة لي بالعودة للسؤال قضية موضوع التناقض فم ودائم وأي متتبع يقبض يقيس تصريحات المسؤولين المقاربة ألا في خلال سنة 2020 وحدها
لا يوقف على كم هائل من التناقضات وكم هائل من الأضاليل. هذا تقريبا هو اللي أصبح هذا واضح. نعم تبقى إرادة الشعب الصحراوي هي اللي السيدة في ذا كامل. حق الشعب الصحراوي في حريته واستقلاله بعيدا عن أمريكا وبعيدا عن المغرب وبعيدا عن دول العالم كامل، تبقى إرادة الشعب الصحراوي هي السيد في الموقف هذا كامل. الأمين العام لوزارة الإعلام الأخ حمدي ميار، مجلة الشعب الجزائرية تنشر مقالا تحت عنوان القضية الصحراوية تستعيد زخمها في عام 2020، من خلال هذا المقال على نقاط مهمة جدا. الاتحاد الأفريقي، النقطة الأولى اللي طرقت لها هي عن الاتحاد الأفريقي تناول القضية الصحراوية منظور جديد، عنه سلمها المجلس السلم والأمن ياكتنع طل القضية الوطنية نفس جديد. في هذه النقطة الأولى اللي طرقت لها مجلة الشعب الجزائرية، والنقطة الثانية موقف الأمم المتحدة اللي أكدوا الأمين العام لها أنطونيو غوتيريش من خلال أكد على أن موقفه بخصوص موقف الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية بخصوص آخر مستعمرة في إفريقيا ثابت وجدد التأكيد عليه. النقطة الثالثة اللي طرقت لها مجلة الشعب الجزائرية مولي ومهمة، الجمعية العامة تصادق دون تصويت على لائحة تؤكد من خلالها دعمها لحل سياسي عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. مما سبق وما شهدته القضية الصحراوية من زخم من حيث الهبة من حيث تناولها عبر وسائل إعلامية كاملة، هذه نقاط مهمة وزين عندي الأمين العام للوزارة اللي تناقش معي، خاصة في ما يتعلق بالاتحاد الإفريقي، كون الجمهورية الصحراوية عضو، كون الشعب الصحراوي عنده حقوق في ذي المنظمة، والجانب الأهم عن القضية عن الجمهورية العربية الصحراوية تحت سقف واحد مع المملكة المغربية في إطار هذه المنظمة. طيب بالنسبة لموضوع تناول جريدة الخبر الجزائرية الشعب، مجلة الشعب الجزائرية، الموضوع اللي تحت عنوان القضية الصحراوية تستعيد زخمها خلال سنة 2020، في ياسر من الحقائق، في ياسر جدا الدقة والحقائق، لأنه 2020 كيف تعرفوا كانت سنة في طابعها العام حتى قاع على مستوى العالم طبعها هذه الجائحة اللي هي كورونا اللي شطنت ياسر من الفعل حتى على مستوى الدوائر السياسية والدبلوماسية إلى آخره. اللي خلق هو أنه بالعودة للوراء شوي سابق ذاك، هذا مسار ابتداء من 2016 بدأت موضوع الثقرة غير الشرعية في القرقرات تطفو على السطح. بالمناسبة هذه الثقرة كانت موجودة سابق ذاك من 2000 تقريبا، وكانت لا ما هي شرعية ونزالت طبعا، ولكن من 2016 بالضبط كانوا المغاربة ارتكبوا خطأ على انهم تباركوا ما يعدلوا فيها طريق معبد تسموه المعبر التجاري، على اساس انه معبر تجاري وانه بعيد يعني وكذا وانه الجبهه ما قادي لها فيه وكذا. مباشره صبحوا المقاتلين قالقين الشانطي وتازم الوضع الى درجه على انه كان في وقت معين الفاصل على الارض بين القوات الصحراويه والمغربيه حوالي ما نعرف كانها 100 متر ولا 50 متر ولا شيء، بعد قليل القبالة موجودة فيها قوات حفظ السلام المينورسو اللي هي في الحقيقة المهمة الخاصة بالأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية اللي مع الوقت، لا هي أصلا وجدت من أجل تنظيم الاستفتاء، هذا وقف إطلاق النار لا موضوع جزء من الاتفاق جزئي. المهمة الأساسية كانت هي تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. مع الوقت المغاربة الدولة المغربية بقت تتخلى عن موضوع تنظيم الاستفتاء وقالوها في تصريحاتهم وعبروا عنها في أكثر من مرة. جبهة البوليساريو من خلال عديد الرسائل المشى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام ذكرت بخطورة هذه الأوضاع وذكرت بأن التخلي عن الدور الرئيسي والمحوري للامينورسو لا هي عقب يقود المنطقة المزيد من المتاعب. ذوك الأيام في القرقرات في 2016 وعد القرار على مستوى الأمم المتحدة وقرر من ضمن اللي قرر فيه أن تعدل بعثة تقنية توقف على الموضوع وتراقبه.
الحكومة المغربية ما تعاطات مع هذا القرار بشكل جيد. الموضوع تم مشى يتزايد حجم الاستفزاز اللي يخلق فم الأسئلة مثلا اللي تطرح نفسها هو علاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ما قبضوا مواقف والله إدانات فيما يتعلق بعدم تعاطي الدولة المغربية النظام المغربي، لأنه طرد المكون المدني للبعثة ذاك الزمن ولا أبقى يستقبل المهمة التقنية، ومع ذلك ما وعدلت إدانات ولا خلقت مواقف. هذا نبه له العميل العام في أكثر من رسالة. يبدو على أنه بشكل ولا بآخر رسائل جبهة البوليساريو ما تم التعامل معها بشكل جاد، لا على مستوى المجلس الأمن والعميل العام ولا على مستوى حتى السياسيين المقاربة، والله أساءوا تفسيرها بشكل آخر. لأنه مؤخرا مع الهبة الشعبية كانت أسبابها بسيطة جدا وواضحة، وأن الصحراويين وقفوا على 30 سنة من الانتظار تمطل الأممي شي ما هو معدل، ولا تلفن بصيص عمل على أنه له قد يعدل شي فيما يتعلق بتنظيم الاستفتاء، في وجود طبعا أنه النظام المغربي الرسمي يقول عنه الاستفتاء قامت لخارج. بالمناسبة هم اللي الأمانة الوطنية والأمين العام للجبهة ذكروا في 2020 سابق تخلق أزمة القرقلات بخطورة ذا الوضع، ونبهوا مجلس الأمن والأمين العام المتحدة بضرورة التدخل العاجل السابق يخلق مشكلة في ذا الموضوع، ونفس الشيء ما تمت الاستجابة لهذا هذا الإنذار. مثلا المواطنين الصحراويين تحت ضغط السنين وتحت ضغط اللجوء وتحت ضغط الإحباط والشباب مشاو كمجتمع مدني كيف تابع العالم كامل عبر وسائط الإعلام وعبر التلفزيونات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كمية قليلة من الوقيج، واعتصموا في ثقرة القرقرات غير الشرعية من باب أنه هذه أرضهم وهذه خيراتهم تنهب من هون، والمشروع هذا مشروع السلام ما ثمر فيه شيء ولا قد يعدل فيه. خطروا قيسوا الاحتجاج السلمي والاحتجاج السلمي تعبير حضاري، عدلوا العالم كامل، ما كسروا ما حرقوا ما بطوا حد ما قتلوا حد، وإذا موثقتوا الأمم المتحدة وموثقين وحنا والنظام المغربي مرة ثانية أنا نقول يرتكبوا أخطاء، لأنه بالنسبة لي على مستوى السياسة هذه أخطاء. جبهة البوليساريو والأمين العام للجبهة حذر الأمم المتحدة والأمين العام على أنه خروج أي مغربي من الجدار في اتجاه ذوك المواطنين الصحراويين اللي الدستور الصحراوي يلزم جبهة البوليساريو بحمايتهم والدفاع عنهم راه لا يعني عودة الحرب، ومع ذلك مرقوا المقاربة بجيشهم ومرقوا بالراجمة الثالثة. الراجمة الثالثة هذه بالنسبة للمقاربة يقولوا هم عنها من أشبه جيشهم، حوالي 2000 سيارة 200 سيارة حوالي 2000 جندي. على كل حال هم جيشهم ما يشبه قباله، لأن الراجمة الثالثة هم اللي يعرفوها الصحراويين وقطراتهم وقطراوها، وهم بعد يقولوا عنها من أشبه جيشهم. هذه مرقة وعدة حوالي 60 رقاش فيها العليات وفيها التركة وفيها كذا، ما كانوا ربما فاهمين جدية الإنذار اللي مشى الأمين العام للجبهة. لا مستوى كان بدا كامروتوف في التحليل، يا ما هم قابضين الإنذار بجدية يا ما عندهم منين يلودوا عنه، واحدة منهم، لأنه كان واضح أنه أي جندي ولا حتى مدني يمرق شور ذوك المدنيين راه له يعود إعلان واستئناف الكفاح المسلح والتخلي تماما عن وقف إطلاق النار إلى آخره. هذا هو اللي خلق فعلا عقب ساعتين تقريبا وشوي من مروق القوات المغربية في منطقة القرقرات، الحزام المغربي من المحبس إلى القرقرات انفسها قدات فيه النار. حجم الرد أولا وسرعة الرد وطول المسافة اللي خلق فيها الرد فعلى 10 قطاعات من أصل 12 قطاع عسكري موجودة في الحزام اللي في الصحراء الغربية كان مذهل، وحتى المقاربة طبيعة الحال ما كانوا يتوقعوا ما كانوا يتوقعوا مولي طبعا ردة الفعل الذي هي هذه أخطاءهم، يعني ما يعرفوا المجتمع الصحراوي، ربما التقارير وربما الناس اللي يجبروا وكذا
تغالطهم، اعطتهم استنتاجات خاطئه والله، حتى هي ما تعرف المغادرة الصحراوي مثلا انا ما تلخالكش، وعلن الشباب مر والشباب يتجر الشباب ما تلخالك. ايوه طيب، فثلاث ايام عقب ما جاء الحق يوم 16 نوفمبر الين جبهه البوليساريو ما تلات رايه كاع منين دير الرجاله، لا الرجاله كاع منين يندارو ومنين يسكنوا ما تلا مجبور. وهذه من بين الاستراتيجيات الخاطئه اللي بنات عليها الدوله المغربيه، على الدوله الصحراويه ما تلات خالق ولا تلات خالق. المشكل شنو هو؟ المشكل بالنسبه للمغرب في تقديري وبالنسبه لغوتيريس وبالنسبه للامم المتحده، هو هذا الشعب اللي تم تسجيله خلال على الاقل العشرين سنه الاخيره في المناطق الساخنه والمناطق الصراعات في العالم، انه البلاد اللي خلق فيها حرب تشهد هجره وتسبب الجيران ازمات بها توقد شورهم يعني تهرب على الحرب. لكن هذا الشعب بالعكس يجي من الهجره وعد الحرب. وعد الحرب، وهذا ما سجلته يعني عدد الصحف ربما العالمية. حتى في الدراسات وفي الاطلاع وكذا، منين هو الشعب اللي ما تقانيه قاع ماهو الحرب، ياك يجي ويهنا ويتقانى ويتقدم. ما هذا كان ضربة قوية فعلا للنظام الملكي المغربي، مع احترامي بعد ذي الشعوب كاملة، ولكن بعد فذات اللي طلعنا عليه وكذا ما لنا عالمين بشعب يتقانى ياك يقاتل كيس الشهاد بقد النظر عنه، حتى يعمل عنده اختلاف وجهات نظر في ايش، ويعمل عنده اللي بقى يعود من الهم غريك. هما قدام هذا، قدام شعب اعلنوا وفى من وقف اطلاق النار. الجبهه طبعا التزمت بوقف اطلاق النار 30 سنه، خاصو يعود مسجل ومقدر، اعلنوا ولا مقاتل صحراوي واحد، رقم الاحباطات ورقم الكدر ورقم طول اللعد ورقم تدري تليد به الصحراء، ولا مقاتل واحد خلال 30 سنه قد تخبط عماره واحده في اتجاه المغرب. هذا كان التزام غريب جدا بالقرار اللي وقعت جبهة البوليساريو، انكتلوا الصحراويين وراء الربط ودونه خاطينهم المقاربة، ولخبط صحراوي واحد عمار، يعني احترموا قرارهم بياسر من النظافة اللي هي جبهة البوليساريو جناحها المسلح، وبياسر من الوقوف شرف في الكلمة، ونهارهم هم اللي قالوا اعلنوا ذوافي اعلنوها هم اللي، واعلنها الامين العام للجبهه وفاو منه ورجعوا. كانت الهبه الشعبيه خير دليل على ذلك. ورايك لهي عقبوا يفهموا انه انذارات الجبهه ما هي تهديدات فارقه. ومنين تقول عنها لا يتحارب معناها عنها لا يتحارب. ومنين تقول عنها وافيه من وقف اطلاق النار وافيه منه. وراهي هم اللي قالت اعلنها ولاهي موقفته. يا غير الباقي فاوضوا معها يشوفوا فاوضوا معها. تحصلت الرصاص طبعا. مثلا ياك يعودوا منتبهين لهذه الاشياء. احنا كصحراويين ما تلا عندنا شي نقدوا نحانوا 30 سنه ياسر من الزمن. ياسر من التماطر. قطعنا لها مساحه كافيه للمجتمع الدولي ياكي قد ايش برحل. ودليل ثابت على فشل الامم المتحده في التعاطي مع هذا الملف. مساحه كافيه مولي للمغرب نفسه والنظام المغربي ياك يفهم انه المغرب في صالحه هذه السنوات كامله. هذا ما يقد يتم ينهب ويبني ويشيد. اللي ركزوا عليه الاخ الجزائري كاتب المقال فيما يتعلق بعوده الزخم فعلا تم، لانه الهشي القضيه الصحراويه مهمله على مستوى الدوائر العليا في الامم المتحده، وفي بعض الحالات اللي تخلق مثلا فيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي واشكاليات اتفاق الصيد اتفاقيات الصيد وكذا الى اخره، ولكن ما الهشي مصنف انها منطقه ما هي ساخنه، وبالتالي المناطق ما هي ساخنه ما يقدمها الرجل قبال في النقاش على مستوى هذه الدوائر العليا. ضريك طبعا عادت منطقة حرب رغم انه المقاربة، وهذا غريب من المسائل اللي ما لحد الان ما فاتوا علموا عن خالق حرب ما يفهم كاع الخلفية، والحرب ما ينجح حد، الحرب ما يقد ينجح حد، لا يخلقوا الموتى ولا المجاريح ولا يتحرق ياسر وقاعدة كاع تتطور وتعود ابعد من ذاك. النظام المغربي اللي خلقوا فيه الموتى لا يتبرى منهم كيتبرى من الأسرى السابق. ما نعرف المقاربة نوع تخمامهم ذا اللي يروقوا هو شنو هو، يعني أنا ما نشوف أنه الحرب مغالطة الرأي العام وتشوف يقدوا غير بعد لاكي حبل الكذب قصير، تجحدوها كاع شهر 12 ويجحدوها شهر واحد شهر اثنين بعد ما يقدوا يجحدوها، معناها عنه في النهاية كيف تكذبة واقفة 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 واقفة، لأنه كيف تقالوا
إخوة من القيادة السياسية هون عبر التلفزيون الوطني، الحرب ماشية والحرب لا يتم تتصاعد ولا تتطور، وهذه لا بداياتها، والحرب فيها اليوم وفيها الصبح وفيها 20 عام قاعدة تعود. هذا ما قطع عدا بالنسبة لها الصحراء مطروح، هو الحرب مدتها كم، ولا كانوا يحاربوا ولا شهرين ولا ثلاثة، من ساعة اندلعت الحرب مفتوح قاعدة تلحق إلى 20 عام وأكثر. معناها أنه إلى ما نجابوا الأسرى اليوم لا هي نجابوا الصبح، وإلى ما طاحوا الطيائر اليوم لا هي طيائر الصبح. والموضوع ما ينقبض بهذه الرؤية، لأنه كيف تحد عجلان، احنا ما لنا متكاذبين مع حد ولا لنا موقفين ساقة على حد، والمقاربة لا يقنبروا حربهم ويقنبروا قتلاهم ويقنبروا جرحاهم إلين يغلبهم، يا غير المتدرج بالأيام عريان ولا يقدر يتم 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 مقوم. لا هي عقبوا بقى المقاربة يشد عليهم على أنه حال بهم حرب، وحرب ما عندهم الهشي، من جهة تكدد فيهم كورونا، ومن جهة ينطر عليهم الفقر، وعاد معاه ياسر من القيم المعنوية الضاقطة عقب تطبيعهم مع إسرائيل ومع كذا، والبوليساريو تنطر عليهم صباحا مساء. إذن ما فهم شي قبال موسع على المغرب. قضية أنها استعادت زخمها للقمة 14 الاستثنائية للاتحاد الإفريقي اللي كانت مخصصة لإسكات البنادق بالمناسبة، أحالت القضية المجلس السلم والأمن الإفريقي، وماشي الاتحاد الإفريقي يستعيد مكانته الطبيعية نقول، لأنه كان خاصه يعود مذال وقبضها، والترويكا قبضت الملف، والاتحاد الإفريقي عاد لاعب أساسي ورئيسي في قضية الصحراء الغربية، لأنه هذا بالنسبة له بلدين عضوين في الاتحاد الإفريقي، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، هذو دولتين أعضاء، وقانون الاتحاد الإفريقي يحرم الاعتداء على الحدود الموروثة على الاستعمار طبعا. والجمهورية الصحراوية هذا بلد معتدى عليه ومقزي وعضو في من الاتحاد بلد الإفريقي عضو، وعادوا لا هي يقبضوا بعد بلدهم ولا يجوا لا يحضروا لا يعرفوا شلذة، يبقى الصالة مقاربة يجوا ضد الاتحاد الإفريقي كامل ولا كذا، ذاك شي يعنيهم، ذاك شي يعنيهم. احنا الحق وحد مو الحق معاه مولانا ومعاه الصديق ومعاه القانون ومعاه المنطق. كذلك فيما يتعلق بالاجتماع مجلس الامن اللي دعت له المانيا يوم 21، مجلس الامن واقف على الحقائق، ومجلس الامن يعرف من هو اللي خرق وقف اطلاق النار في القرقرات، ومجلس الامن استقبل الرسائل اللي مشى الامين العام سابق اندلاع الحرب، واستقبل الرسالة المشى الأمين العام اللي تعلن عن اعتمدها رسميا تخلي البوليساريو عن توقيع وقف إطلاق النار، ورسائل ثانية تعاقب ذلك. إذن مجلس الأمن المولي أكد أعلنوا خطة سلام لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يؤدي إلى تقرير مصير شعب هذه المنطقة. هو اللي أكد مولي عن القضية الصحراوية ما يمكن حلها ولا معالجتها خارج القانون الدولي أبدا، والدول كيف مثلا إذا عدت إدارة ترامب أكد مولي نهارها لا تؤثر، هذا كان رد قوي واضح لقرار، قالها غوتيريس وقالها الاتحاد الأوروبي وقالتها فرنسا قاع نفسها، قالت شيء ما هو بعيد من ذا لما هي قادة تقول شيء ثاني، وقالتها الخارجية الإسبانية وقالتها كندا وقالتها ألمانيا والعالم كامل والاتحاد الأفريقي طبعا، وخلق على الدول الصديقة وكذا. إذن الحضور كان واضح جدا للقضية الوطنية خلال لا مثلا الشهرين الأخيرة، كان ضاقط بشكل كبير في هذه الدوائر العليا للمجتمع الدولي، سلسة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الأخير، الجمعية العامة كذلك اللي تعود تابعته كيفاش صادقت بدون أنها بدون تصويت تعدل تصويت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. إذن باقي المقاربة وحدهم متمسكين بهذا الموضوع، وترامب هذا ما تلقى عميل ولا تلقى معادل لأنه ما هباس وافي متو، وإسرائيل ما قالت قاع شي ذاك هو يا غير إسرائيل مولي، إحنا قاع بالنسبة لنا لا اللي بقات تقولوا هي ما دام علاقاتها واصلة للمستوى مع المغرب وإرثها التاريخي في المسلمين وفي العرب وفي الفلسطينيين، احنا نعرفوه العالم كامل يعرفوه، ما اننا متوقعين ام اللي من اسرائيل عنها تقول شي ذاك هو بعد مهم. اذا فعلا كان القضيه الوطنيه حظات بزخم
إعلامي وسياسي ودبلوماسي متميز. ألا خلال السداسي الثاني هذا، السداسي الأول العالم كامل كان شهد ركود بموضوع جائحة كورونا، ورغم بعد ذاك أنه تمت القضية الوطنية لا موجودة ولا تناقش على مستوى ذي الدوائر كاملة والفعل الدبلوماسي الأخر يا غير اللاقع. حصيلة الشهرين الأخيرين بالنسبة لي أنا من حضور وفعل القضية الوطنية والدبلوماسية الصحراوية، وطبعا بفضل القرار الشجاع لقبط القيادة السياسية، وطبعا ضربات جيش التحرير الشعب الصحراوي، جيش تحرير الشعب الصحراوي المستمرة يوم بعد يوم. هذا رجعت، أنا نقول رجعت القضية الوطنية لبلدها الأصلي اللي كان يالله اللي كان يالله تعود فيه. نعم، الأمين العام لوزارة الإعلام، تغيير مسجل في خطاب الدبلوماسية الأخير حول مسألة الصحراء الغربية، هذا ما أكده خطاب الدبلوماسية الأمريكية الذي صرح به وزير خارجية الأمريكي، وفي المقال يؤكد أن هذا التغيير المسجل في نبرة الخطاب راجع إلى الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الأمن الدولي بطلب من ألمانيا، حيث أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال حديثه عن افتتاح بعثة دبلوماسية افتراضية في الصحراء الغربية وفقا ما نص عليه إعلان الرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب القادم بالاعتراف بالسيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة، قد شهد تغييرا ملحوظا. كيف هذا التغيير؟ كان مدروسا أكثر، حيث تحدث عن ضرورة عقد مفاوضات سياسية بين أطراف النزاع الصحراء الغربية والدول المغربية. طيب، بالنسبة للموقف الأمريكي يخص ينفصلوا فيه مسألتين، هذا اللي متعلق بتغريدة، هي تغريدة في الحقيقة أصلا، تغريدة ترامب على تويتر، وذاك اللي تبعه من نقطتين أساسا، واحدة شريط فيديو صغير ظهر فيه السفير الأمريكي في الرباط يقلع الخط الفاصل بين المغرب والصحراء الغربية، وواحدة تغريدة ثانية عدلها وزير الخارجية حول استعداد أمريكا لفتح قنصلية افتراضية في مدينة الداخلة. هذا جانب. الموقف الأمريكي الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الرسمية، هذا هو اللي قال لمايك بومبيو الأخير، لأنه ذاك هو الموقف الرسمي اللي تقول أمريكا. جلسة مجلس الأمن المقلقة طبعا حسب اللي رأينا عنها، أعضاء مجلس الأمن كاملين بالمناسبة، هي كانت تحت رئاسة جنوب أفريقيا، اللي رأينا عنها هو أنه الدول الأعضاء كاملين أدانوا هذا الخطوة اللي أقدم عليها الرئيس الأمريكي في ذا الوقت بالذات، حديث الجانب في ذا الوقت بالذات، لأنه أمريكا أولا ضمن الدول أصدقاء الصحراء الغربية، أمريكا عادلها السنوات هي اللي عندها اصطلاحا هي اللي عندها القلم، يعني هي اللي تصيق نص القرار الأممي المتعلق بالصحراء الغربية وينعرض على الدول أصدقاء الصحراء الغربية، وعقب ذاك ينعرض على الدول الأعضاء للمشاورات وكذا سابق اعتماده، وكانت مساهمة بشكل فعال في المينورسو اللي هي المهمة المتعلقة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، مهمة الأمم المتحدة، ذلك فم خلق ضغط كبير. هذا طبعا يترتب عليه رغم أنه طبيعة ذي النقاشات سرية وجلسة مقلقة، أنه في حالة تعود أمريكا ماشية في ذا الاتجاه راهي عاد له يراجع بعد قاع وجودها ضمن دول أصدقاء الصحراء الغربية، ولأنه هذيك المجموعة راهي ينقال لها رسميا يعني على مستوى العالم دول أصدقاء الصحراء الغربية، ما هي لا الصحراء وحدها ولا هي الصحراء المغربية، بشكل واضح الصحراء الغربية. وعاقب ذاك بأي شكل من الأشكال في تقديري ومتابعتي كمتابع وكإعلامي، ما تلات تعود أمريكا هي اللي تصيغ القرار، لأنها ما تلات محايد ينسحب القلب. إشكالية أثارها ترامب لهي قطعا يوحل فيها الإدارة القادمة ولهي يوحل فيها أمريكا، لأنه هذا بلد كبير وعنده مصالح في منطقة شمال إفريقيا مع متعلقة بصحراء الغربية، متعلقة بدول المنطقة كاملة، دول المنطقة فيها حلفائنا فيها أصدقائنا، طبعا هذا لهي أثر على وجود وضغط أمريكا في المنطقة هذه اللي أصلا كانت
منطقة نفوذ فرنسي، وفهم الصراع على مستوى هذه القوى العظمى فيما يتعلق مازال بالنفوذ، رغم أنه الحرب الباردة انتهت من سنوات طويلة، ولكن مازال ونفوذ أساسا خلال الزمن الأخير عاد متعلق بالمصالح الاقتصادية والجيوسياسية إلى آخره. ثانيا مستوى الربح اللي له تربح مثلا الولايات المتحدة من خسارة مثلا البوليساريو وحلفائها، ياك ما نقول لا الدولة الصحراوية وحدها، ولكن الدولة الصحراوية وحلفائها من خسارتهم في مقابل انك طبعت مع إسرائيل، هذا يقد يوزنوا ترامب بطريقة ويقد يوزنوا بايدن بطريقة ثانية وإدارته. أنا بالنسبة لي في قراءاتي وحتى حد طلع وخرص ماذا يعني مثلا قرار معدله الرئيس الأمريكي، وشنو الفرق بينه هو وإعلان معدله الرئيس الأمريكي، وكم من إعلان رئاسي أمريكي قد تم التراجع عنه مع إدارات ثانية، كم من إعلان أمريكي قد تراجعت عنه نفس الإدارة، نعم مازالت قاع مدتها مفات وفات، لأنه هذا موضوع مرتبط بالسياسة الدولية ومرتبط بالمصالح أساسا. بالنسبة للقرب، أمريكا تشتغل في أفق مصالح أمريكا، ومصالح أمريكا هي اللي تشيخ بالنسبة لهم. وأنا في تقديري وفي قراءاتي ما نشوف عن مصالح أمريكا في منطقة شمال أفريقيا تقضي بخسارة الدولة الصحراوية وحلفائها الكبار المتان العاتنين اقتصاديا وعاتنين بشريا وعاتنين حتى على مستوى وجودهم في أفريقيا وفي الاتحاد الأفريقي. بالتالي لا حد موقف إلى حد الساعة متعلق بشخص ترامب وبعض المحيطين به، لأنه أنتم تابعتم اللي تصريحات دبلوماسيين وأعضاء كونغرس أمريكي وأغلبهم من الحزب الجمهوري اللي هو حزب ترامب، تابعتم مثلا كاملين يعني بولتون وكريستوفر روس وبيكر وليف كاملين ثانيين، مشت أنا شخصية أمريكية وازنة دعمت ترامب في هذا القرار. أولا أمريكا تسوق في الدعاية الدولية على أنها راعية السلام، لأنها خاصة تحافظ على أسس السلام الدولي. أمريكا تسوق على أنها راعية الديمقراطية، هي دولة ديمقراطية، والديمقراطية ما تقدر تعطي دولة حد لحد ثاني. إذن فم شيء، هي أمريكا مولي تتعامل مع الناس على أنها اصلا من اكبر المدافعين عن حق تقرير المصير. تقرير المصير نعم، وتقرير المصير قايله المجتمع الدولي، وامريكا كيفاش لا يتكت تتخلى عنه، اذا طرح لهم اشكاليات كبيره. هذا من جهه يخرصوا حد على انه الى حد اللحظه مازال مرتبط، ما نقول اداره ترامب، لان شفنا بعض الدبلوماسيين، بولتون كان واحد من اداره ترامب مقربين له، فم واحدين إذا ما هم شايفينه. إذا نقول لا ترامب والمحيطين به من إدارته يقدر يعود عندهم ذا الرأي، وعاد عندهم في مساحة زمنية ما لا تعطيتهم فرصة لتنفيذ قاع أي أجندة معينة، هذا يظهر قاع من خلال الغصبة المكاردة معاها في أخبار التطبيع وفي أخبار الصحراء وفي أخبار القنصلية، هذه أراهم هم اللي ضريف لها يعدلوا منها رواية ثانية ويحاولوا في السبوع الجاي والله لو راه يعدلوها، هي في الحقيقة مكتب افتراضي يعني أورديناظور وخط انترنت يقول لك كذا افتراضي، معناها أنه ما هو موجود، معناها أنه بترجمته بالعربية هو ما هو فعلي ما هو واقعي، بالتالي ما عندها، ما هو لعاد خلق شمبرة ولا دار اللي هي يقرع لها علم أمريكا وفيها موظف عنده أورديناظور ويتلقى شي من روايات أوامر قاع ما يفهم، لأنه ما فهمش على الأرض، الأمريكيين ما هم موجودين، شركاتهم ما هي موجودة، ومصالحهم هم يتكلموا مثلا الإعلام المغربي ضريك عن ومصالح أمريكا الاقتصادية في المنطقة، قايل أنا عن أمريكا ما هي لاحقة ذا من السيد اللي يدير مصالحه في منطقة تحت ضربات السلاح، ما هي اللي يتعدلها، ما تقدر تعود في مصالح أمريكية، ما هو بعد لا يعود استثمارات أفضل، ما هو يعود شيء مهم، لأنه المنطقة منطقة صراع دولي ومنطقة حرب ومنطقة مازالت عندنا مجلس الأمن، الجبهة حذرت، وعقب ذاك الجبهة ما قد قالت الحد إطلاقا، بس هو منهم لا الأمم المتحدة ولا غيرها على أنها ما هي مستهدفة الداخلة، قاعدة تستهدف الداخلة، حذرت في بيانات قاعدة تستهدف العيون وقاعدة تستهدف ذاك كامل.
وخالقه انذار لعدل التمولي لجبهه البوليساريو بانه راهو اجواء لمنطقه مقلقه. اذا انت من منين اللي يجيب كاع ناسك هذه؟ قاعد درانا خالق حد لا يخاطر به. والامريكيين ذا يعرفوه، خاص حد يتم منين تلا يحلل ويناقش ذي المواضيع يستحضر التاريخ. الامريكيين لهم الفاتوا طيحت لهم طياره رايح ذا المداده. ما هم قاع معترفين بالمغرب ولا هم طبعين مع اسرائيل ولا مده متخطيه في السماء. يا غير قطن قال لهم انها منطقه حرب حتى هم ظهرها ما جدت عليهم. ويلي اليوم راهي حذا المداده فيها مارق منها العلب. وتوف وجبهه البوليساري وقالت ببساطه ذا فتنا قلنا لكم انه منطقه حرب وذي الطياره ما نعرفوا لمن وطاحت. وطاحت وتوف. وزال لها يطيح باذن الله الموهيه. اذا القضيه ما هي مرتبطه بتقديري بتصريحات الامريكيين ولا بتصريحات الفرنسيين. انا نشوف الموضوع ببساطه. المقاربة في حرب مع جبهة البوليساريو ومع الشعب الصحراوي، والصحراويين مصرين على الحرب، وكانوا واحلين في السلم. ولاهم هذه ما هي مشهودة ولو سر. كان لهم كتشوفوا كانوا واحلين ووحلت الجبهة هم في الرجال وفي الشباب اللي ما هو مقتنع ب 30 سنة من. وكان لا يراد ويراسل. وجاب مولانا أعلن أنه هم المرقوا وهم الخرقوا واقف إطلاق النار، والجبهة قالت والأمين العام قال اعلنوا له يواصلوا الكفاح لين يتمكنوا من تحقيق استقلالهم. اضري اللي له يكدر عليه الحال هو اللي له يطلع صلعيها. المغرب اضري كتي ناكر الحرب ومتنكر لها ومعتم عليها وعندي عنه يحبس قاع رواقيج اللي قالوا عنها خالقه وذا. واللي عز واللي مات عنده قد ذكرها قاع عليهم. لا ينفرض على المغرب على انه يرد بعد اخبار الحرب. اي تم لا يعدل التعكين غير بعد ما تلاقي قديش حدها. وعقب ذاك كيف خلق 91؟ لا ينفرض عليه انه يدلي اذنيه ويجد جبهه ويطلب ويعيط للجزائر ويعيط للامم المتحده ويعيط لاسبانيا يكاد الجبهه توقف الحرب. توقف الحرب وكانوا ولا هي وقع الاختتام. اللي لا يخلق في تقديري انه جبهه البوليساريو مات لا تلاقي تم طرات نوبه ثانيه. ثقة الصحراوي العنصر الصحراوي يثيق في الرواقيش. وحنا متباعدين احنا والمغرب في الاصعده كامله. في الثقافه، في الفهم، في الادراك، في التعاطي مع الامور. العقلية المغربية تعرف قلة الثقة وتعرف التلاعب بالمسائل وتعرف ياسر بالملاعب. احنا لا مجال للمقارنة. احنا ثقافتنا بسيطة، بدو ثقافتنا بسيطة. قلنا لك الموقفين اطلاق النار لا نوقفوها لا نحترموها. قلنا لك مات لينا موقفينها لا نخبطوك لين تحمل. هذا تعرفوا الناس اللي عندها بينا اصلا احتكاك تاريخي. إذا جبهة البوليساريو مالي استفادت بعد من الرواية. هذا بعد الحرب اللي تم استئناف ضريب مات لم وقف بل عندها للصحراء. عندنا ياسر لا ينخبطوا به، عندنا شوي لا ينخبطوا به. يا غير بعد أكيد على أن مالي رانا نعرفوا أن انطلقنا كاع 75 وفي مواجهة جيشين في بلد وسابق ذاك كانت سابقهم إسبانيا. ما عندنا قاع ما هو الترنسيسات ولا رب. عندنا الإرادة وعندنا قوة الشعب وعندنا هب وعندنا الرجالة بعد الصحراويين ألا عادوا أكثر من حالهم الحمد لله وعادوا ودرب وذا اللي كان يطرحوا المقارب ويطرح ياسر من الخلق اللي يتماهي زينا في الصحراء أنه راهم ماتلا ومستعدين يقاتلوا. هذا ماني متكلم عنه لأنه الهبة الشعبية وصور المقاتلين خير دليل صور الشباب اللي ما نجبر قاع منين يندار موضح له كامل. هذا تقريبا هو الإحاطة الشاملة بالنسبة لي لما يجري الآن. احنا يامس جيش التحرير الشعبي الصحراوي ليامس متخطي 300 قصف. أنا عارف بالضبط الرقم غير أكيد أنه متخطي 300 وشيء 307 308 قصف. وبعض الأيام حزام الذل والعار ينقصف 14 مرة في النهار. النهار الواحد. وسكان مدينة السمارة شهدوا ياسر في الفضاءات المفتوحة في الانترنت القصف لاقهم من قريب. الله. وكل بليل اذا وكل نهار ولا من كل نهارين تظهر مناطق جديدة ولا قواعد جديدة انقصفت. ذا الليلة هي نشحت شنو هو خالقة حوالي هي هذريك خالقة 12 قطاع عسكري مغربي في الحزام اللي في الصحراء الغربية. 11 قطاع منها تحت ضربات جيش التحرير يوميا. باقي قطاع واحد به البعد
سلكوا على البعد وراه بعد ما لا يعمل بعد الجبهة تركب لها قايف انها تقصف لا لا ينقصف ولا ينقصف ذاك كامل. ومثلا على النون عموما باقي نضيف نقطة صغيرة إذا سمحتي لي طبعا ما يتعلق بالإعلام المغربي ومعالجاته للوضع. تابعنا مثلا في الإعلام المغربي كيفاش يمشوا واحدين شار القرقرات وينعتوهم ويصوروهم ويقولوا لهم عنهم منتخبون هما عندي عنهم منتخبون والله هذا بعد هو الاسم اللي قدموهم به وانه القرقرات ما فيها مشكل وانه كذا وانه كذا. واحدين ثانيين يقيسوا بهم بلدي دشرة المحبس انا ماني عارف تقسيمهم هما الاداري احنا بعد نقولوا لها لا المحبس وتو ويجيبوهم لها وحد مواطنين يبيعوا شيفهم وارواقيش وانه ما خالقش. هذا تغطية الشمس بالغربال. المحبس منطقة اسمها المحبس فيها دشرة صغيرة بويستو كان فهم زمن اسبانيا ينقال له المحبس والبليدة كاملة اللي هو فيها ينقال لها المحبس وهما يعرفوا عنه وعندهم قطاع من الرابط اسمه المحبس وقطاع فيه ياسر فيه الشاظمية وفيه رص الصبطي وفيه ياسر من البليدات وهما وكانهم يقدموا في إعلامهم على أنه هو المحبس ذلك كان ينقصفهم ما يعودوا ذهون ذاك ياسر منه ألا تلواد اللي خلط وياسر منه ألا المقالطات على كل حال بخلاصة شديدة بشغلتنا احنا الإعلاميين هذا يا الله نتناوله يا الله نوضحه يا غرذا كامل أطم منه وهم منه على المقاتلين ما قادي لهم قاع في وسائل الإعلام المغربية ولا قادي لهم مسؤولين حد كانوا قاع انخرط والله ما تحرير الجبهة تحرير الجمهورية العربية الصحراوية مسؤولين وطني المغرب يا كانوا قاع عالم بالحرب والله ما هو عالم بها هذا موضوع ثاني وما قدوا هذو المقاربة يفهموا خلال قريب من 45 والله أكثر عام عقل طبيعة التفكير الرجل الصحراء ما قدوا يعرفوا ذا والأيام القدام وله يعقب ذا كامل وضاح بإذن الله. شكرا لك على تلبية الدعوة الأمين العام لوزارة الإعلام الأخ حمدي ميارة وسعدت باستضافتك في الأخير تحية لكل مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي في ساحات الواقع دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله.